يا زينو ويجا هابدي الماتش. شنو هو الماريولي اللي لابسه؟ الفينال ما بين الكلوب والاسبيرانس، حتى البلاصه فين يا مضمض المره هذه؟ هيا عاد كل شيء للجمعيه باهي، هاني نتفرج ونبروا بركة. ايه يا حسره كي كان الكوب باسمك ويعيطوا له كاس سياده رئيس الجمهوريه، وكنت تسول وتجول في رادس. لا يا بنتي مش تقعد باسمي، ساعة مشكور من هالكلابس مش يعوضني. يا بنتي راهم جوز سطحوني من مشي الرادس، تيش خلاني لعوام الاخرى، كل مرة نبعث واحد في بلاس. حضرات النظارة الكرام، عمتم مساء شحتم صباحا، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمقابلة القمة الكلاسيكو التونسي، مباراة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. جماهير غفيرة تحضر هذه المباراة، قرابة 60,000 متفرج، أجواء متميزة جدا. من غير ما نطول عليكم أعزائي المشاهدين، نخليكم مع أجواء الملعب. أي شكون عنده بياسة خلينا نعملوا قرعة؟ أنا ما عندي كان أوراق بو 50. أي مش لازم، يا شمام اختار سبورت ترى. شنو توا لينا نفذلكو؟ باهي باهي، عاود اختار سبع واحد آخر. باهي باهي، سامحني عاود. باهي والله آخر مرة والله. ليه ظاهرة الحكاية هذي ماهيش باش تتفضل. باهي ماذا شكون فيكم الكبير ياخذ الكرة ويختار الطيرة؟ يا عيف قداش عمرك يا أخي؟ أنا عمي عمري هكا. أي يا شباب هز الكرة وخلينا نبداو معك. أي يا بيه نستناو اللي مساكني ونتوكلوا على ربي، ماك تعرف هذاك ديما يجي الأخراني في الطرح. أي الأولاد الناس الكل كونسنتري باهية، ما نحبش نتحرم البريمشي مدانس السلم. أي الأولاد كما تفهمنا في لونتالمون، الجي عنده كورة يعديها لمساتني باهي. حكم المباراة يعطي إشارة البداية، شمام يمرر المساكني، المساكني شبيش يعمل؟ يهز الكورة فضائية لولا بيا، لا شبيش يعمل يا ربي سامي مركاه اليوم ولا الحلقة الجاية؟ يا المساكني شوتو يا سي بلاد فوريخ، نحبك على مستوى عالي جدا. جولاتو جولاتو جولاتو، هدف ولا في الاحلام، كم انت كبير يا ابن الخضراء، والله لو بحت الاصوات، والله لو بحت الاصوات لصوت يعلو فوق صوت يوسف المساكني. وفي هذه الاونة بالضبط يعلن حكم المباراة عن انتهاء الشوط الاول. النتيجة لازمها تتبدل توا، مش معقول هكا راو، مش معقول جملة راو، ترسلوش واحد يشرف الفيدراسيون باش يربح، لازمني ننجح في حاجة في هالبلاد. لا لا مش لازم، أمورك منظمة. شنو تتفهموا من غير ما تعيطولي؟ لا لا يا سي حمادي ما تقول هالكلام، أنا بيدي توا والله العظيم كلش نعيط لك باش نشوف شنو مطالبك. برجوليا، جمهور ترجي يحب على الرباعية السنة. أنا نزيدك زوز صلاحيات توا، وبربي شوف لنا حل توا للمساكني هذاك اللي يزيد يمركي. عودة الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، صراحة ما فهمت شيء، هدف التعادل يتسجل في حجرات الملابس، تصبح عند نتيجة هدف مقابل هدف، مش ممكن مش معقول. عدي الكرة للمساكني، عدي للمساكني. ماذا
ماذا تفعل سيد الحكم؟ أول مرة في حياتي أعزائي المشاهدين شوف حكم مباراة يعبد تاكل المليح بيه. ما الذي يحدث أعزائي المشاهدين؟ الجماهير تهبط للميدان. أين أنت يا طارق ذياب وزير الرياضة والشباب؟ لا نريد صراحة مثل هذه المشاهد في مبارياتنا ولا في كورتنا في تونس. سي حمدي تبكي على حال الكورة في تونس ولا على التيتر؟ لنا حال بالله ترجع عمرها ما كانت مشكلتها تيتروات، أما نبكي على الصفقة اللي هربت عليها 23 مليار. سي سليم نجمش تقول لنا على الانتدابات الجدد اللي باش تعملوهم في الميركاتو الجاي؟ احنا توا في مفاوضات مع الجنان متاع البارك باي، ان شاء الله تتم الصفقة على خير. بيجيجي شكونك انت؟ انا كارد ماتريال بتاع الاسبيرانس. برا اطلع في الكار مع الجواري هاك وليت في الكلوب توا. ما تشدونيش عالحمرة، ما تشدونيش، روح معاها لخير الدنيا وما على باليش. هيا بابا وامي، هيا اخويا وصاحبي، هيا الفامي. ملا كورة وليت في تونس، اماكي كنا غادي ما كانتش هكا. لا كان هكا واكثر، اما جوس ما خليش شي هذا يتعدى في الدلزة. يا بنتي بعيد علينا حضارة الكورة، واحنا ماكسيمومنا متاع القفز بزيانة.